ورستين يسهر السواني بمكناس، مأدبة عشاء أقامها جلالة الملك على شرف الضيوف والمشاركين في الدورة العاشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. وبالمناسبة أشرف رئيس الحكومة على تسليم عدد من الجوائز والشهادات التقديرية. عبد المجيد حلاوي، عبد العلي عياد، وهند خليفة. إقامة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحفل عشاء على شرف ضيوف الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يعكس العناية المتواصلة التي يوليها جلالته للقطاع الفلاحي. خلال هذا الحفل الكبير سلم رئيس الحكومة جوائز وشواهد تقديرية لأفضل العارضين وأحسن مربي المواشي وأحسن وحدات الإنتاج. الجائزة أحسن كساب في الدمان، هذا الثالث من عام وأنا كندي أحسن كساب، ديتها في الفحل وديتها في النعجة وديتها في الخروفة ياك سمعت. والمهم الحمد لله والشكر لله. جائزة أحسن كساب في السردي. وعلاش عطوك الجائزة؟ المهم عاد جينا درنا مسابقة البهيم عاد جات هي الأولى، لا في الحولي ولا في النعجة ولا في الخروف ولا في الحولية، جيت أحسن كساب. هذاك الشيء عندنا حنا مشاركين سبعة العملات، أحسن كساب يصطاد، جات صطاد ورديغا. هاي الجائزة هي تتويج لمجهود جبار من العمل، ونعتبروها اولا تكريم لكافه مربي الابل في الاقاليم الجنوبيه وخصوصا اقليم السماره. على جائزه الفلاحه والتنميه المستدامه، هذه الجائزه جات بمثابه تتويج لمجهود كبير قامت به الشركه ديالنا في مجال الطاقه الشمسيه والبنايات الخشبيه والحدائق الفلاحيه. الملتقى الدولي للفلاحه كرم كل من اجتهد لتطوير الفلاحه ببلادنا، والاجتهاد يكون إما بالأفكار أو بالاستثمار أو بالعناية بالمشروع الفلاحي قصد إنجاحه وتطويره. حافز باش نبدأ، حافز باش تكون هذه الشركة انطلاقة العمل الجاد في إطار هذا العمل اللي كاين دابا الحمد لله في المغرب وفي الفلاحة، في تطوير الفلاحة، هو في تحسين النسل، في تحسين النسل بالنسبة للفلاحة، أعطيهم الزرعة اللي هي تكون جودة عالية. بزاف واحد التشجيعات اللي يمكننا نزيدوا عاد القدام ماشي نوليو. هذه الجائزة كتشجع أكثر وكتزيد أكثر إن شاء الله. هكذا إذن يبرز الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس المملكة المغربية كبلد في تقدمه مطبوع بالروح الإيجابية، يشجع يكرم ويعترف بنجاحات نسائه ورجاله.